الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق وطني متسم بنوع من الاحتقان، وبالتالي تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الوطني نعتبره في الكونفدرال الديمقراطية الشغل هو دق ناقص خطر بخصوص تهديد السلم الاجتماعي. يأتي تنفيذ هذه الوقفات الاحتجاجية تنزيلا لقرار المكتب التنفيذي بتنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني أمام الاتحادات المحلية للكونفدرال الديمقراطية الشغل، بعد أن استنفذت الحكومة 100 يوم من أجل أن تبدي توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية التي حادت عن مفهوم الدولة الاجتماعية وحماية معززات الدولة الاجتماعية. السياق الذي تأتي فيه كذلك الوقفة الاحتجاجية هو الاحتجاج على الارتفاع المهول والمضطرد للأسعار، خاصة المواد المحروقات التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على باقي المواد الغذائية. يأتي كذلك في إطار انحباس الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وكذلك في إطار تنزيل مقتضيات التلقيح الإجباري أو ثنائيات التلقيح مقابل الأجر التي نعتبره داخل الكونفدرالية الديمقراطية الشغل وداخل النقابة الوطنية للعدل أنه التلقيح القهري ولا مجال ولا معضدة قانونيا لمفهوم لهذه الثنائية، في مخالفة صارحة للقانون الوظيفة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وليس كذلك ما يعززه كذلك من ناحية القانونية ولا من ناحية الدستورية ولا من ناحية الحقوقية لمخالفته للمادة 7 من الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، أنه لا يجبر أحدا بهذه المقتضيات كذلك بما فيها التلقيح أو تهديد الصحة دياله. هذا عموما السياقات التي تأسست عليها الوقفة الاحتجاجية لليوم، ونتمنى أن تستجيب الحكومة وتتجاوب مع مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي ليس فيها أي تشويش على سير الحكومة، وليس فيها كذلك أي عرقلة لسير المرافق العمومية، بل أنه من يعرقل ومن يهدد السلم الاجتماعي هي القرارات التي لا تلامس مفاهيم الدولة الاجتماعية ومفاهيم كذلك الرفع من الأجر وتحسين الوضعية والعدالة الضريبية. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خرجت كتحتج على ود الضغوطات اللي كتمارسها الحكومة على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق، ومشات للمواطن البسيط يعني ما عندوش لا حيلة ولا دواء الا هاد الحكومة خصها يعني تشوف من جهته وتوفر له العيش الكريم وتوفر له العدالة الاجتماعية وتوفر له السلم والأمان. واش هي كتزيد في المواد الغذائية الضرورية وما كتزيدش في الأجور؟ كنشوفوا هذه الحكومة اللي كتبجح كتقول لك جيت 100 يوم وحققت ما حققت حتى شي حاجة، لا في مجال التعليم اللي باقي كيتخبط في مشاكل كثيرة، كيتخبط في المقررات ديالو، كيتخبط انه كيخرج لنا واحد الجيل يعني كيعيش ازمه اخلاق. وكنشوفوا بان حتى في مجال الصحه كنشوفوا المستشفيات كي دايره، كنشوفوا الادويه غاليه، كنشوفوا كذلك من ناحيه السكن اللي كيعمق الهوه واللي كيزرع الشعور بالكراهيه تجاه هذا الوطن. كنشوفوا الشباب كيفضلوا القوارب الموت على انهم يبقوا في هذا الوطن لانهم كيعيشوا الحقره وكيعيشوا واحد الأزمة خانقة. طبعا هذه الوقفة الاحتجاجية كبداية يوقفوا فيها المسؤولين النقابيين ومنادب العمال احتجاجا على الوضع ديال الطبقة العاملة على وجه الخصوص، لأن كاين هناك محاربة العمل النقابي، ضرب حريات النقابية، ملي كيتم تأسيس المكتب النقابي كيتم الطرد ديالو برمته، كذلك على الطرد ديال العمال، على تسريح العمال، على إغلاق المؤسسات بحجة كوفيد. وبينما الأمر الحقيقي وهو الشركة خدامين خداو الدعم من عند المؤسسة من عند الدولة، خداو واحد المجموعة ديال الأشياء اللي هما ما عطاوهاش للعمال.
وبالتالي جات كذلك وقفه، هذه الوقفه هذه على ارتفاع الاسعار المهول، كل مره كتكون زيادات في الاسعار، كل نهار كل ساعه تقريبا زياده في الاسعار، كذلك على غياب الحوار سواء الوطني او الجهوي او المحلي. كان لقاء الاسبوع اللي فات مع الحكومه على اساس تناقش فيه مطالب ديال العمال، واحد مجموعه ديال النقاط سواء الالتزامات السابقه ديال الحكومه او الحكومات المتعاقبه، فاذا به كيبان ما غنقولش حوار فاشل، وانما كيبان بانه الحكومه جايه على موضوع واحد وهو التلقيح. حنا ماشي ضد التلقيح، حنا ماشي ضد التلقيح، ولكن حنا ضد الهجوم على الحقوق ديال العمال، ضد الهجوم على الحريات النقابيه، ضد الدعم ديال الباترونا غير بدون مراقب ولا محاسب. وبالتالي فين غاديين حنا بهذه البلاد؟ فين غاديين بهذه البلاد؟ انا كيف قلت المجموعه ديال المنابر الصحفيه، حنا ماشي الهم ديالنا هو الاحتجاج هو الاضراب هو كذا هو كذا، وانما الانسان ما كيحتج الا وكيكون متضرر، إلا وكيكون متضرر، فالغضب كل الغضب على الدولة وعلى الحكومة.